إلى ركن الروايات الأدبية تتجه أنظار غالبية زوار معرض الكتاب في دورته 31. فبعد أسبوع من افتتاح المعرض ومن خلال استقصاء أجرته سانة، احتلت الرواية الأدبية صدارة المبيعات في أغلب دور النشر التي وفرت لعشاق الروايات توليفة واسعة لأشهر الأدباء من سوريا والعالم. الرواية هي أكثر مبيعاً، وخصوصاً الروايات المترجمة الأجنبية. الناس بتضل ميالة إنه على تتعرف على عالم تاني غير عالمها، واقع تاني مختلف عن الواقع اللي عايشينه نحن. هلا في منا غالي، في وسط، في إنه مقبول، وبشكل عام كل الدور عم تعمل حسم يعني على الروايات. الروايات كلها مطلوبة وهي أكثر مبيعاً تقريباً. صفياني تقريباً مرتبة أولى فينا نقول عليها. المطلوب أكثر شيء الأدب العالمي المترجم. الروايات اللي انضافت جديدة هي روايات كتاب من تونس لأول مرة بينزلوا على معرض الكتاب السنة. في مجال الأعمال الروائية العالمية الأكثر مبيعاً حالياً هو الأدب الروسي. بالفترة الأخيرة آخر 4 أو 5 سنوات تضاعف الاهتمام بالأدب الروسي بشكل كتير كبير. كان بشكل عام يعني الانطباع على المعرض جيد. لا أميل كثيراً إلى الروايات المترجمة، لأنه الترجمة إلى حد كبير تقتل روح النص. ولكن لدينا روائيون عرب وسوريون بالتحديد، نقف أمام مؤلفاتهم بكثير من الإعجاب. الرواية بتجذب القارئ أكثر بكثير ما بتجذبه الكتب التاريخية والسياسية. الرواية الإنسان بيجد فيها ذاته، هي عبارة عن مرآة للروح، وخصوصي الأدب النسوي. المرأة لما بتقرأ رواية كاتبتها مرأة مثل إيزابيل ألندي، هاي الرواية العالمية مثل أحلام مستهاني الكاتبة الكبيرة الجزائرية، بتحس حالها أنه هي عم تشوف بعض جوانبها ضمن بطلات هالرواية.